مقدمه شحال توحشت ما قلتهاش. اعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم ميكرو طنجاوي. مؤخرا بزاف ديال الشباب رجعوا كيخافوا من الجواج، كل شاب والمشكل ديالو والسبب ديالو اللي كيخليه يخاف من الجواج. كنتي كتفكر تجوج ولا باغي تجوج؟ هذا هو الفيديو اللي غيصلح لك، خليكم معنا. دابا الشباب ديال الوقت هذا رجعوا، اذا بغيتي تدخل العم هضر لهم على الزواج، كاين ولا ما كايناش؟ اش ماشي نقول لك هادشي كاين دو الصح الحبيب ديالي، هادشي كاين دو الصح اخي، هادشي كاين دو الصح. في النظر ديالك، في النظر ديالك شنو هو السبب اللي كيخلي الشباب يخافوا من الزواج؟ ما خدام ما ردام واش يتزوج يدي الدار ديالو يخدم على بابا ويما يخدم عليه وعليها، ما يمكنش. ما كيخدموش شي والخدمه فين هي شي خلصه ما كايناش شي ومشكل ديك راه يعني كيف فهمت؟ كيشوف داكشي بعيد عليك يقول لك سلام الدار ديالي وجماعه عاد نتزوج، يعني عمره ما غيعمل الدار، عمره ما عايش مع بك الا جوج. لا جواج لا والو. الظروف هاد الساعه رجعت صعيبه بزاف، سواء ولا بالنسبه للبنت لا بالنسبه للولد، ولات متطلبات كبيره بزاف. من المراه ولا من الراجل؟ بجوج. ولكن الراجل هو كيعطي الصداقه. نو ماشي على قضيه الصداقه ولا ماشي صداق، متطلبات الحياه ولات كثيره بزاف، والبنت ما بقاتش كتقنع، والولد هو ما بقاش مسؤول، يعني واخا كيتزوج ولا شي حاجه ما كيبقاش مركز على الاسره ديالو، فهمتي؟ يعني ما كتبقاش عنده غير مراتو هذيك صافي نركز على واحد الحاجه، نو ها هي مراه في الدار ولكن انا كنشوف الزنقه، والبنت عاوتاني خصني وخصني 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 فوق القياس. حتى البنات ولا يخافوا من الزواج. يعني ماشي عيب، ماشي عيب الدراري، حتى البنات. حتى البنات. في النظر ديالك شنو هو السبب؟ كيديو بنت الناس للدار ديالهم، للدار ديالو يضحك ويلعب مع راسو وهذا، وملي كيجي للدار كيجي مغوش معباس، كيجي معباس، كيجي انا ما نعرفش اني مال هاد العيلة يبكي، مال هاد العيلة تبكي، بدا وهي مسكينة قيالة مع وليداتها في الدار، تمشي للمدرسة ديال الحضانة ربي هذا. واحد الوقيته كانت الأسرة كتكون عيش كبير، الأب والأم والولاد كل شيء، دوك ولات أسر نووية خصو غير إنفو يتزوج بها، كتقول لي عزل لي على دارنا، فهمت؟ خاصني نبرك وحدة نجلس وحدي، من غير هو يكرا شحال شي قباد، شحال غادي يكري، شحال دينا هذه دي مسائل صغيرة خلات عباد الله كتعزف على الزواج وكتمشي للحرام. تينا مزوج؟ أنا مزوج وعندي جوج العواول. اللهم بارك، كيف جاك الزواج سينا مزيان؟ واش ماشي نقول لك صراحة كترتاح، عزري ما فيه بركة. الصراحة هي هذه، وخاص كون كتربح اللي كنت كتربح ما مرتاح ما والو الصراحة، كتبقى فهمتي بحال ديك القفة بلا يدين. بصراحة المشكل الرئيسي شكون، واش في البنت ولا في الولد؟ فيهم جوج، فيهم جوج، حيت هما كيكملوا بعضياتهم، ماشي غير البنت بوحدها عند الموها وماشي الولد بوحدها عند الموها، يعني فيهم جوج هما تكامل، إذا ما كانوش كيكملوا ما كناش يتلاقى الولد والبنت، كنا عند جوج بنت بنت وراه ولد ولد. حيت دابا الولد ملي كتهضر معاه كيقول لك ما بقاوش بلاد الناس، وبنات كتهضر معاهم كيقول لك ما بقاوش ولاد الناس. لا حنايا ما عرفناش راسنا مش منا. لا بنت الناس، بنت الناس كتشوف كاينين ولاد الناس كتشوفوا بالاخلاق ديالها، وولد الناس كيشوف كاينه بنات الناس بالاخلاق ديالو، بس غير ظروف الحياه اللي شويه ولات صعيبه، والبعد عن الدين توا صراحه الله، يعني بعدنا على الله بزاف. وبالنسبه للوالده ديالي، الزواج في الوقت ديالكم والزواج في الوقت ديالنا دابا شنو اللي تبدل؟ لا تبدل بزاف. شنو اللي تبدل؟ الراجل كيمشي كافح كيجيب طرف الخبز على قد الحال، واخا يكونوا دراوش على قد الحال كيجيب طريفه الخبز لوليداتو والدار ديالو، كيجي كيصيب المراه مجدلو بريري تاع اتاي ومجدلو الماكله كياكل وكيتوضا وكيصلي وكيمشي يجلس يرتاح قدام وليداتو، هادي نهار كامل هو في تماره، والسبت والحد كيخرج وليداتو، مثلا لا ما خرجتش المراه عندها مثلا ست سبين كانت ديك الساعه هي الفراكه، الفراكه ما كانتش لا بادوره لا والو، كتصبن ولا تخمل ولا هذاك، كيخرج دوك العوال صغارين كيديهم سارة ويلعبوا سارة وجريدة هيدا يلعبوا هذا كيجوا فرحانين. مثلا جيت عندك مثلا عند مثلا طالب راغب مثلا مرحبا بك نشوف غير تكون ما تسكرش ما تكميش عندك عندك تسكن، كيقول لك خاصك تسكن بنتي عزال على امك على اختك، هذا هو المسألة من الشروط اللي كتخليه تو ملي يجي يقول لي عزال على امك على اختك، هو عنده غير بيت مع مولاه واخته فغيمشي يدير مناقشه، يعني كتشوف بنتك عاد تكرفص، بنتك تكرفص من حقها خصها دار، وقال كتكرر المشاكل انا بنات ما بقاش بنتك تلوحها في وسط عائله كبيره ولا تولي خدامه على على العدوزه وخدامه على الشيخ وعلى الويس ولا فهمت، كل هذا الشيء مسائل شويه كتحد من او تخلي ديال الشباب كيعزف على الزواج. شنو زعما الصراحه الصالير تسمك الدوله 3000 درهم راه ما مسلكاش،
صراحه بين الاسباب باش الشباب ما كيزوجوش. هذا هو المشكل الكبير اللي عندنا، هو ما كاينش شي صالير سكن ب 5000 درهم وفوق صراحه. علاش انا عبد الله قلت انا كاري ب 1800 درهم، يعني 1800 درهم زيد الماء والضوء 2000 درهم، وانا كنربح 3500 درهم، كيفاش غادي تعمل لها؟ يعني عاد تمشي مزير، ماشي غير مزير صافي، عاد اضطر تخرج المراه تخدم، زز منك غتخرج تتعاون معاه، قول غير تتعاون معاك غتاكلوا الضغط في جوج بيكم. يعني حتى ذاك الحلاوه ديال الزواج ما تصطابوش الحياه مرة، هي خدام وتينا خدام كتلاقاو تينا مدقدق ويا مدقدقه، شكون اللي غيصاوب، شكون اللي غيعدل، شكون اللي يشوف فيا ويشوف فيك، ناكلوا قالك الزنقه، ما غطيبوا ما غتصبنوا ما غتعملوا حتى شي حاجه، تلعبوا وما يجيش لي ربي يهونكم، خصكم تجيبوا الخدامه. اللي مقبل على الزواج شنو باش تقدر تنصحوا؟ سؤال صعيب. باش غنصحوا؟ صراحة خذوا دينكم هو الأساس في أي حاجة، هذا بالنسبة لي أنا هو الأساس، هو نو لا خذوا دينكم هو الأساس، ربي راسك وانتي ربي راسك، وخافوا من الله وخدموا على ذاك المودة والرحمة قبل ما تخدموا على الفلوس بس. وماديات بالنسبة للماديات؟ الماديات ربي كينزل البركة، إذا كانت النية صافية ربي كينزل البركة، هي هاد المشاكل اللي كاينة حتى ما كايناش النية. على الزواج الصراحة يا دي بنادم يتوكل على الله وزواج أخي الصراحة باش ما يوقعش هاد الدائرة اللي واقعة بزاف، إلا ما كاينش زواج راه كيكثر غير فساد وصافي. الصراحة يا دي كخص الزواج أخي بنادم يتوكل على الله ويزوج وربي يكمل. واللي كيقول لك قف حتى توفى. قف حتى توفى هذا الواجب، حنا الوالدين ديالنا ماشي رجال عملوا قف حتى توفى باش كبرونا، وحنا ما كنا خصك راجل بحال بابا كديم القليلة. يعني قفة التوفى ضروري في الدار ديالكم، سك دخل على والدك ما يمكنش يدخل يدك طوال، ما يمكنش راه بلا نفس محتاج غير سي الله عاون هجر صراحه. هي عمري ما تخص يدي خاوي، يعني دائما ضروري ضروري صراحه، يعني الانسان ما يخافش يتوكل على الله ويجوز، ما تعرفش داك الشيء ما تعرفش ما كيجيك سبحان الله، حتى ملعب على حسابي راه ما غاتخرج لكش، اجبر راسك اللي كتخسروا ما كتربحوش في الصالير ديالك كثر من الصالير، داك الشيء بركه من عند الله نرزقكم واياهم. يعني مادام كتوكل الله وهو حاسبه الصراحه يا دي، يعني كتكون الشباب كونوا رجال الصراحه يا دي، النصيحه مني انا يتوكل الله ونودوا يجمعوا راسهم. اي والله بس نزيدوا نقوي، وما لا بقينا هيدا راه كلشي غيتشرش وما كاين ما عاد تزيد تكبر. حمستيني تاهي انا نجوج دابا. انت عزيزه عليكم بنت الناس بحال قاتي، انت عزيزه عليكم بنت الناس، يعني انت كبر بها وانت عامل ماشي قيمه هي في الفلوس، فهمتي؟ شحال من وحده عاوتاني كتبقى تنازل وتقول لك لا انا خصني والو، خصني ولد الناس ويكون راجل، وهذيك تضيع على هذاك الاساس، يعني كتنازل على بزاف الحاجات اللي هما من حقه اللي عطاهم لربي وشرعا، ولكن ملي كتمشي عنده هذاك الاساس اللي هي بنات عليه ما كتلقاهش اصلا، يعني كتبقى لا دير لها حب ملوك. المشروع يفشل. نقول لك الشاب اللي قبل ما يتزوج اش نقول لك، خاصو يحدم الشروط اللي كتكتب عليه في الكاغط. عرفتي حديم الشرطة تكتب لي كارت السلام وزعما راه خطر ولا ولا انا لا حصل كان في الله. حتى البنت هي خصها ما تبقاش غير تشوف اغلب خصها غير تزوج، شحال من وحده خصها غير تزوج وصافي، ولكن ما عارفاش شنو المآل بعد الزواج، انها تحمل غتولد واحد ولد واحد ونوصيهم حتى لا تزوجوا يصبروا واحد العام ولا ثلاث سنين عادي يفكروا يولدوا، لان باش ما يطيحوش لينا اولاد الشارع بدا يدعوا الدراري الزنقه يلوحوا الزنقه، هو يهرب عليا الدري وهي تهرب على الدري، وخلوا عند جده ولا جدو وكان فيه الله. وحتى هنايا كنكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم، كان معكم ايوب جباري، نتلاقاو في فيديو جديد وحلقه جديده، وما تنساوش تخليونا الاراء ديالكم في التعاليق. السلام عليكم. بغيتي تجوج وبغيتي خلي خصني نقول خصني نقول صافي تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.